السلام عليكم أعزائي المتابعين، معكم ياد، واليوم عندي لكم فيديو شوي مختلف. محبين ألعاب الريترو بيعجبكم هالفيديو، لأن بأتكلم عن لعبة أركيد كانت ضايعة لأكثر من 27 سنة، والحين أخيرا بعد كل هاي السنين بتصدر في بداية 2021. وإذا تسألون شلون لعبة تضيع، خلوني أقول لكم قصة اللعبة. ولكن أولا خلنا أتكلم عن اللعبة نفسها. اسم اللعبة هو Clockwork Aquario، من تطوير شركة West One، نفسهم مطورين ألعاب Wonder Boy وسلسلة Monster World. تطوير اللعبة بدأ في سنة 1992، وكانت مفروض تنزل على الأركيد أو في الأركيدز، بالتحديد على أنظمة سيجا سيستم 18، نفس نظام الأركيد اللي شغل لعبة مايكل جاكسونز Moonwalker وShadow Dancer وAlien Storm والعاب أخرى من سيجا. Clockwork Aquario كانت بتستغل جميع إمكانيات جهاز اللي هو سيجا سيستم 18، وبتستغل وتدفع إمكانياته إلى الحدود القصوى. يعني باختصار كانت بتكون أحلى لعبة أركيد على هاي النظام من سيجا. نفس ما قلت، اللعبة بتصدر الحين في بداية 2021، بتصدر على نينتندو سويتش والبلاي ستيشن 4. اللعبة سايد سكرولينج أكشن جيم، وبيكون عندك أوبشن إن تلعب كواب مع لاعب ثاني. وبالنسبة للشخصيات بيكون عندك 3 شخصيات في اللعبة، بيكونوا مختلفين عن بعض، حركاتهم بتكون مختلفة عن بعض. الشخصيات هما هاك لاندو اللي هو غوست هانتر في القصة، وعندنا إلي مون اللي هي بريف ادفنتشرر، وعندنا غوش الروبوت العملاق. وهاي الصور الوحيدة اللي عندنا للعبة الحين، ومن الحين اقدر اشوف ان الجرافيكس وايد عجيبين، وهاي نفسهم الجرافيكس اللي كانوا بيكونون في اللعبة لو صدرت في التسعينات. وبتلاحظون في شبه في الستايل والجرافيكس بين هاي اللعبة ولعبة مونستر وورلد ووندر بوي، لأن المطور نفسه، نفس المطور اللي اشتغل على هاي اللعبتين، اشتغل بعد على هاي اللعبة Clockwork Aquario اللي هو ريويتشي نيشيزاوا. انزل، والحين قاعدين تتسألون شلون إياد ضاعت هاي اللعبة؟ خلا أقول لكم. نفس ما قلت، تطوير اللعبة بدأ في سنة 92، وفي بداية التسعينات ألعاب الـ 3D والفايتنج هم اللي كانوا مسيطرين في الأركيدات، وكل الأركيد كانوا يبون يكونون عندهم ألعاب 3D وفايتنج. فألعاب نفس ستايل Clockwork Aquario شوي كانت مو مرغوبة في الأركيدات في ذاك الوقت في بداية التسعينات. فالمطورين قرروا أنهم يخلون اللعبة على الشلف، يأجلونها لوقت آخر، ومع الوقت نسوا اللعبة وأهملوها لما اختفت وضاعت. فبعد سنين طويلة جات شركتين، NN وStrictly Limited Games اللي هي شركة ألمانية اللي ينشرون ويطورون ويشتغلون على ألعاب مختلفة. حتى شركة NN هم اللي قاعدين يشتغلون الحين على الريميك حق لعبة Wonder Boy Asha and Monster World. فهاي الشركتين تفاجأوا لما سمعوا عن هاللعبة وسألوا نفسهم شلون ما نعرف عن هاي اللعبة، شكلها اللعبة وايد حلوة، وشلون اختفت هاي اللعبة عن وجه الأرض. فبدأوا يبحثون عن اللعبة، وبعد 3 سنين حصلوا السورس كود حق اللعبة، كودات اللعبة. يعني الحين يقدرون يطورون اللعبة أو يشتغلون عليها ويطلقونها. فبعد هاي راحوا لسيجا واشتروا حقوق الطبع حق اللعبة. وبالرغم أن اللعبة كانوا مشتغلين عليها لفترة 2 في التسعينات، إلا أن اللعبة مو مكتملة، ولكن لضمان جودة اللعبة والمنتج النهائي، NN وStrictly Limited Games تواصلوا ورجعوا الفريق الأصلي اللي اشتغل على اللعبة في التسعينات عشان يكملون شغلهم في اللعبة. وخلاص خلا نطلق اللعبة أخيرا بعد كل هاي السنين. أنا وايد مستانس عقب ما قريت هاي الخبر، ومتحمس للعبة وايد، لأن هاي فرصة فريدة. قائمة الألعاب الملغية أو اللي كانت مكتملة ولكن ما أصدروها كبيرة. ونفس ما شفتوا في هاي القصة، اللعبة كانت ضايعة، ما كانوا يعرفون وين الكود مال اللعبة. فتخيلوا كم لعبة ثانية في العالم كله الكودز مالينها ضايعين، والمطورين ما قدروا يكملون على اللعبة عقب ما بدأوا في تطويرها، أو بعد ما الشركة أو المطور قرر أنه يلغي اللعبة وما بنصدرها، أو بنصدرها في وقت ثاني في الوقت المناسب مثلا. يعني نفس ما شفنا مع هاي اللعبة، تم تأجيل اللعبة لما ضاعت اللعبة. والحين بترجع عقب 27 سنة، أكثر من 27 سنة. تقدرون تتخيلون شقد ألعاب في يمكن ضايعة في العالم اللي يمكن نقدر نرجعها بهاي الطريقة وطرق أخرى اليوم نشغلها على الأجهزة الحديثة؟ أنا بالنسبة لي كمجمع وواحد يحب ألعاب الريترو، هاي القصة وايد مفرحة بالنسبة لي، لأن أخيرا بنقدر نلعب لعبة كانت ضايعة لسنين. واللعبة شكلها حلو، اللعبة ما تأجلت لأن اللعبة كانت تعبانة أو شكلها فاشلة أو كانوا خايفين ما ينجحون، لا، بسبب تغيرات في السوق في ذاك الوقت قرروا أنهم يأجلون اللعبة لوقت ثاني. فمن ناحية الحفاظ على الألعاب وتاريخ الألعاب، هاي فوز كبير. اكتشاف هاي اللعبة واصدارها فوز كبير. نفس ما قلت، أنا مهتم بهاي المواضيع
وبهاي الجانب من عالم الألعاب. يعني إذا تذكرون في أكثر من فيديو تكلمت عن ألعاب ملغية على الدريم كاست وألعاب ملغية للسوبر هيروز اللي انلغت لأسباب تافهة الصراحة بالنسبة لي، لأن أنا حدي أبغى ألعب هاي الألعاب. وإذا تلاحظون دائما إذا أسوي فيديو عن مثلا سلسلة ألعاب مثلا، ومثلا أذكر لكم قائمة جميع الألعاب في السلسلة، دائما بذكر لكم الألعاب الملغية في هاي السلسلة وأتكلم عنها بقد التفاصيل اللي أقدر أحصل عنها. إنزين يا شباب، هاي كل اللي كان عندي عن هاي اللعبة، والحين كل علينا نسوي ننتظر ونشوف موعد الإصدار متى. شو رأيكم في اللعبة من الصور القليلة اللي شفناها؟ شو رأيكم في الموضوع بشكل عام؟ هل بتلعبون اللعبة لما تنزل؟ أنا شخصيا أشوف إن هاي فرصة ما تتفوت، لأن هاي تايم كابسل بنحصل لعبة من الماضي بكل معنى الكلمة، وكنز بكل معنى الكلمة يعني. لو بعد كانت لعبة أركيد أو كانت مفروض تكون لعبة أركيد، خلاص ما أحتاج أي شيء ثاني علشان يقنعني أن ألعب هاي اللعبة. مشكورين شباب، لا تنسون تعطونا اللايك وتشتركون بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. شكرا ومع السلامة.